الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. بالنسبه للناس اللي منهارين من موضوع زواج الصغيرات وفتوى زواج الصغيرات، وهل هي بلغت الحيض؟ لا، لم تبلغ الحيض. طب وازاي لم تبلغ الحيض وبيفتوا بجوازها اصلا؟ الله، ده الامام الشافعي اسمه جاي في الموضوع. يا دي الخيب، ده مطلع فتاوى وبيتكلم عن البنت اللي لسه بيجوزوها قبل ما تبلغ. اوبا، الحق امسك صور يا ابني، صور في الفضائيات، اثبت عندك. الله، صوره سيلفي بقى مع الفتوى، عشان ابقى اول واحد جاب التايهه ومسك عليكم زله وما عرفتوش تردوا عليا. ادي دينكم الاسلامي، ادي الامام الشافعي اللي بتدافعوا عنه. والمفروض بقى بعد ما نشوف ده نتكسف ونتخض ونتدارى ونشوف لنا بقى حفره ولا حاجه ندفن راسنا فيها كده، نتشقلب ونحط راسنا ونتكسف. استخبوا بقى، يعني يفضحتكم اللي بجلاجل، بيجوزوا العيال الصغيرين في دينكم وانتوا ساكتين. طب معلش يا جماعه، يعني اكسكيوز ماي لانجويج، بس يعني احنا مال اهالينا بالفتوى دي اصلا؟ الله، يعني ايه مال اهليكم؟ مش موجوده في كتب الفتاوى عندكم؟ ايوه، احنا مال اهالينا برضو بفتاوى تتغير بتغير الظرف والمكان والزمان. حضرتك بتنبش لي فتاوى من 13 قرن من الزمان طلعت في ظروف اجتماعيه قبليه، يعني ناس كانوا عايشين في الصحراء في خيام قماش، مفيش باب بيتقفل على بناتهم، يعني شويه هوا ولا عاصفه ترابيه تطير الخيمه دي في ثانيه، وفي ثانيه البنت اللي قاعده في الخيمه تبقى ملط في الشارع. القبائل بتغير على بعضها وبيحاربوا بعض كل 3 دقائق، والاب بيموت والاخ بيموت ومفيش رجاله خالص عايشين. يعملوا ايه في البنات دول علشان يحموهم، واللي اصلا كانوا يعني بيوقدوهم قبل كده بشويه عشان مش عاوزين وجع دماغ؟ يعني البنت كانت تنزل من بطن امها يدفنوها في مكانها. هما كانوا بيجوزوا بناتهم صغيرين بفتاوى او من غير فتاوى، احنا مالنا؟ يعني الراجل طلع الحرب وعاوز يسيب بنته في رقبه راجل تاني يحميها فبيجوزها له بعيدا عن اي فتوى اصلا. عاداتهم كده في الصحراء من قرون، احنا ذنبنا ايه؟ قام العلماء الاجلاء بفكرهم وقتها، قال لك طب نقنن المساله. قننوا المساله، الامام الشافعي ولا الشوكاني حتى قال لك طيب يكتب عليها عقد ولا يدخل بها الا اذا كانت تطيق الدخول، يعني على الاقل البنت طب يبقى فيها الرمق، يعني ما تخشش على البنت وهي صغيره، يبقى فيها الرمق، تبقى كبرت بس وجسمها بان عليه الانوثه عشان تعرفوا تتجوزوها. بيقولوا للناس اللي عايشين في الخيم كده، واحد بيخاطب مجتمع قبلي عايش في الصحراء بيخاطبهم بما يناسب ظروفهم وقتها، فتوى مناسبه لظروفهم وعصرهم. لا هينفع الومهم عليها، لانه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، يعني حضرتك بناته ما كانوش بيدرسوا في الانترناشنال والسواق بيوصلهم ويجيبهم وبيروح يلعبوا تنس في النادي وكده، لا كان في سبايا وعبيد وحروب ورق وكانوا بيبيعوا الناس ويشتروهم ساعتها. احنا بقى مالنا بالزمن اللي ولى ده عشان تطلع لي فتاواه على الوش وتصدرها كانها يعني معمول بيها اول امبارح؟ هتقولي لا، في ناس بيعملوا بيها دلوقتي وبيبيعوا بناتهم للعرب وكبار السن. هقول لك خلاص، تبقى مشكله قوانين في البلد مش مشكله فتاوى. حلاق الصحه اللي بيسنن البنت ويديها عمر اكبر من عمرها عشان يجوزوها ده اسمه نصاب في زماننا. وشيوخ الازهر ودار الافتاء المصريه والفتاوى الرسميه ماشيه بالتوازي مع القوانين المنظمه للبلد. هتقول لي في ناس بترجع للفتاوى القديمه اللي من 13 قرن دي وبيجوزوا بيها العيال الصغيره. انا يعني ما اعرفش، انا هقولك بقى اللي انا اعرفه، ان احنا عصرنا دلوقتي البنت بتوصل فيه 40 سنه وبتبقى لسه بنت بنوت مش عارفه تتجوز. واللي اعرفه ان احنا عندنا مصيبه بتتزايد كل سنه، فوق 9 مليون بنت بيعدوا ال 35 سنه بدون زواج بسبب الظروف الاقتصاديه السيئه. فانا مش فاهمه، انا ما اعرفش الحقيقه، ما حدش فاضي للنبش في فتاوى قديمه غير معمول بيها اساسا رسميا، احنا ما بنعملش بيها. انا ماليش دعوه بناس مخها عايش مع 7000 سنه فاتت، مش قصتي. الهدف من اظهارها هو احداث البلبله وانه يخلي الناس تتكسف من دينها وتتحرج بيها. الحقيقه ما فيش اي حاجه تحرج ولا تخلينا نتكسف ولا تخلينا نبص ورانا ونقعد نناقش حاجات جار عليها الزمن، الا لو الناس فاضيه بقى.
يعني لو ناس فاضيين وما عندهمش أولويات غير النبش في الدفاتر القديمة، خليهم في القديم بقى مع نفسهم، يقعدوا يتصيدوا في الأخطاء اللي فيه والمواضيع اللي كانت يعني بيعملوها زمان في خيم وفي صحراء وفي كده، ولا مش شغلانة أصلا ولا واقفين عندها دلوقتي. وخلينا إحنا نمشي لقدام وننطلق بعقيدتنا الثابتة التي لا تتعارض مع تطورنا مع الزمن. بعد الفاصل إحنا هنكمل ملف الأداب النهاردة، أو أداب الحديث بشكل عام وأداب إسداء النصيحة. ولما تيجي تنصح حد انصحه برقي، مش بالجعجعة ولا بالغلوشة على اللي بيقوله. مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه أي سؤال بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. النصيحة الوجه لا صدق، بس ساعات يعني تبقى النصيحة يعني مش نصيحة كده الوجه لا، إنما يعني لا تبقى فضيحة وقدام كل الناس. أداب النصيحة إيه؟ إحنا قلنا قبل كده تكلمنا في أداب الحديث وأداب الاختلاف مع الآخر، إنما النهاردة عايزين نتكلم في فكرة أداب النصيحة، إزاي أنصح اللي قدامي من غير ما أفضحه، من غير ما أحرجه، من غير ما أوجهه يعني توجيه يخليه ما ياخدش بالنصيحة دي أساساً. فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، اللهم صل على سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات ونور الموجودات وسيد السادات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وزين المرسلين الأخيار وأفضل من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. وصل اللهم على آل بيته الطيبين الأطهار، وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم آمين آمين. تحية حب وتقدير واحترام لمشاهدينا الكرام ولحضرتك يا مدام دعاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير، مفاتيح للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. وحابب أشكرك أقول لك جزاك الله خيرا على غيرتك، وانت بتتكلمي عن المبادئ والقيم والمثل اللي الإسلام غرسها فينا، واللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصر من الحصر وبين سبب بعثته: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. القيم يا جماعة والمثل العليا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وعشان يبقى المجتمع كله قيم، ستنا زينب بتقول له إيه يا رسول الله، حديث في البخاري: أنهلك وفينا الصالحون؟ هو احنا ممكن يجرى حاجة لا سمح الله لا قدر للأمة وفي ناس طيبة ناس صالحة؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يبقى في فرقة صالحون وفرقة تانية متساب لوحده كده. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. الدين التدين، المبادئ الإسلامية، إن أنا لو شفت خير أجي أقول لمدام دعاء: على فكرة حضرتك ده المحل الفلاني فيه خير، يا ريتك تروحي تاخدي منه. زي ما احنا بنقول للبعض كده، صح ولا لا؟ صحيح. يا جماعة ده فيه سيل كبيرة جدا، الشركة الفلانية أو المتجر الفلاني أو المحل الفلاني عمل تخفيضات لحد 70%. لا يزال الناس بخير ما تناصحوا. فده الأصل. الأصل مش أنا لوحدي، مش أنا ومن بعد الطوفان، مش أنا أنجو والباقي يغرق. لا، قال لك أنتوا كلكوا جسد واحد، أنتوا كلكوا كيان واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأب مننا أو الأم زي حضرتك كده لما تدخل بيتها وفي موسم الشتاء بتطمن وتخش تطمن على غرفة ولادها، الولاد متغطين ولا لأ، الشباك مقفول ولا لأ، التكييف محتاجينه ولا لأ، صح ولا لأ، لازم نطمئن. قال لك كذلك هذا الإسلام، هذه الشريعة أصل عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ مين ينصح؟ المشايخ؟ الأئمة؟ قال: لله
فبناخد النصح والتوجيه والإرشاد من كلام ربنا. تمام. لكتاب الله، أهو دي كتاب ربنا. الرسول بينصحنا. صحيح. لأئمة المسلمين وعامتهم، نحن بندل لبعض ونحث بعض على الخير ونتناصح، ومن دل على خير، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، فله مثل أجر فاعله. فلازم كلنا نتناصح، ده رقم واحد، ده المبدأ الأول. تمام. إن الإسلام كله قائم على النصح. المبدأ الثاني بقى، ممكن يطلع واحد يقول لك يا مدام دعاء حضرتك بتنصح مين؟ ده الناس في وادي، وانت كلام اللي انت بتقولي في وادي. صحيح. إلا إنك ما بتتخليش عن النصيحة برضو، وبتيجي في كل حلقة بتقدمي فكرة للمشاهدين وبتدليهم على شيء معين، صح ولا لأ؟ صحيح. هو اللي ربنا قاله في القرآن بقى في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فريق ألف رايح ينصح فريق ب، فقام طلع فريق جيم، ها الفريق اللي عايز يعطل المراكب السيرة، فقالوا الألف انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين ننصح به. يا عم تنصح مين؟ ده مفيش فايدة، الله يرحمه قالها مفيش فايدة، ده مش هيجيب نتيجة معاهم، دول عالم، صح ولا لا؟ صحيح. فقاموا الفريق ألف الجمال الناس اللي بتنصح، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا بأدي رسالة النصح والإرشاد للناس. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ربنا ينجي الناس المصلحة يا مدام دعاء. الإنسان اللي بتقدم نصيحة للآخر عمرهم ما يحصل لهم هلاك أو دمار. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسخون. جميل، يبقى احنا اتفقنا ان احنا هننصح، حتى لو اللي قدامي شايف انه ما يستحقش النصح، انا هعذر نفسي قدام ربنا، هقول يا رب انا اديت الرسالة، اديت المهمة، انه انا لازم ابلغ، فذكر انما انت مذكر. جميل. الحاجة الثالثة بقى، الاداب بقى حال النصح. اول حاجة ان تكون عالما بالشيء اللي انت هتنصح بيه. تمام. هو انا اجي انصح واحد بحاجة أنا مش عارفها؟ طيب، يا واعظ الناس عما أنت فاعله هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت عليل؟ يا أخي هو أنت رايح تصح تصلي يقول لك أصل باب الجيران مخلوع فأنا عايز أركبه لهم. يا سيدي بابك أنت مخلوع، صلحه الأول. يبقى رقم واحد أنا أكون عالم بالشيء اللي أنا هنصح به. رقم اثنين أطبقه على نفسي. لأنه عمل رجل في ألف رجل خير من مقولة ألف رجل لرجل. صحيح. يعني إيه؟ جه العصر أذن دلوقتي، فقلت لكم بعد إذنكم يا جماعة أنا لازم أستأذن حالا أروح أصلي. أنا قلت لكم صلوا؟ لا، بس أنا قمت صليت. هب بقى حضرتك إن إحنا قاعدين ألف واحد كده كلنا قاعدين والعصر بيأذن، ما تقوم يا فلان تصلي. قال لا طب ما تقوموا أنتوا. فقال لك عمل رجل في ألف رجل خير من مقولة ألف رجل لرجل. ولذلك من أسس التربية ولذلك من أسس التربية إن إحنا بنقول للأب لما تيجي تنصح ابنك انصحه بسلوكك أنت. أنت عايز تقول لابنك كن صادقا، خليك صادق قدامه. يا ابني ما تكشرش في وش الناس. وانت مركب لي وش خشب. بمناسبه الصلاه وحضرتك بتقول انت ما بتقولش لحد قوم صلي، لكن انت بتقوم تصلي بالضبط. هل انت مطلوب منك انك تقول للناس يا جماعه انتم مش هتصلوا او كده ولا لا؟ جميل قوي. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. كلمه الامر عامله لبس عند الناس. يعني قال له وامر اهلك بالصلاه، قول لهم الصلاه. على فكره يا جماعه العصر أذن عشان الصلاة وفي مية هنا اللي عايز يتوضى عشان نصلي. ماشي بقى واصطبر عليها، طول بالك بقى، مش واصبر، واصطبر، يعني خلي نفسك طويل قوي. طب الأمر ده ثلاث صيغ. الأمر ممكن يبقى جاي من فوق لتحت، أو طالع من تحت لفوق، أو بين طرفين متساويين عشان بس نعرف يعني إيه نصح. الأمر من فوق لتحت يبقى أمر، ربنا يقول وأقيموا الصلاة، ده نازل من فوق لتحت يبقى أمر. طب لو طالع من تحت لفوق يبقى دعاء، اغفر لنا ذنوبنا. اغفر ده أصلا فعل أمر، بس طالع من تحت لفوق يبقى دعاء.
طب واذا كان بين طرفين متساويين، احنا كلنا بشر يا جماعه، احنا كلنا متساويين، تمام، احنا كلنا متكافئين، احنا كلنا اولاد ادم، احنا كلنا اولاد تسعة، ما حدش احسن من حد، فلا تزكوا انفسكم. فاللي هيطلع مني لحضرتك اقول لك اسقيني، اسقي، اسقي ده فعل امر، اقول اسقني، هو انا بامرك؟ لا، بطلب، اسمه التماس. التماس، ممكن لو تكرمت تناولني الالم ده اسمه التماس. ممكن لو تكرمت نقوم نصلي بقى، ده اسمه التماس. فانا لما اجي انصح الناس انا بامرهم؟ لا. لقد بعث الله نبيه موسى رئيس انبياء بني اسرائيل الكليم ومعه هارون، قال له اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون طغى وموسى مندوب عن ربنا سبحانه وتعالى ومعه هارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طيب انا هاخد تليفون، بس كان في موقف عايزه اسالك. حاضر. الموقف ده يعني ينفع يعدي ولا ما يعديش؟ هو ما ريحنيش انا مبدئيا. بس ناخد هيام. هيام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكي ويخليك لاولادك. الله يكرمك. شكرا. ويجعله في مزونات حسناتك يا مدام دعاء. انا بحبك جدا جدا. يا رب. متشكره قوي. ربنا يكرمك. السلام عليكم. عليكم يا احسن الشيخ عندنا، وربنا يخليك يا استاذ رمضان. الله يسعدك يا حاجه هيام ويجبر خاطرك ويرفع قدرك. الله يخليك. والله والله ورب العزه انا لما اشوفك اخ غالي وبدعي لك طول ما انت قاعد في الحلقه. الله يجبر خاطرك. جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك ويخليك ويديك الصحه يا رب. امين يا رب. واياكم يا ستي واياكم. ربنا يكرمك. انا هقول لحضرتك حاجه. انا كنت صايمه بس انا نسيت خالص، وسبحان الله ما اعرفش، رحت واحده بقى ميه، هل يا ترى ده صيامي يعني مقبول؟ انا نسيت خالص. ده في رمضان ولا في غير رمضان؟ لا، بنصوم عادي يعني. انا بصوم اثنين وخميس. طيب يا ستي جزاك الله خير. ماشي. في سؤال تاني مدام هيام؟ نعم، في سؤال تاني. الله يخليك يا حبيبه قلبي. عايزه اقول حد مثلا رساق بيا وسمعت شتمتي يعني بنفسي بودني وكده، بس انا ما بردش على حد، هل يا ترى ده انا مش مثلا بسلم امري لله كده ويعني يعني بحتسب عند ربنا، يعني مش عايزه ارد على اللي يسيء بيا، هل يا ترى ايه اللي تقولي بيه؟ ان الله يخليك هديني نفسي كده وما ابقاش زعلانه. ماشي مدام هيام، ربنا يكرمك. متشكرين على مكالمتك الحلوه دي. طيب، في ناس بتفتي تقول لك ايه، لا جوه رمضان غير بره رمضان. لو نسيت في رمضان بتعدي، لو نسيت بره رمضان اليوم يروح. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هو النسيان ده بإيد حد؟ لا، حد يملكه؟ صحيح. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. صحيح. واحد نسى، هنحاسبه ازاي ده؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. يا بختك يا حاجة هيام، يعني تاكل وتشرب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في رمضان وفي غير رمضان. تمام. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب. وبالنسبة للأمر الثاني، حد أسأليها ما شاء الله، والله ده ربنا من عليها بنعمة جميلة جدا، وهي نعمة الحلم وكظم. صحيح. الغيظ، وإنها لا تقابل الإساءة بإساءة. بالإساءة، وردي أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان حلم رسول الله يسبق غضبه. النبي ما كانش يغضب، وكلما ازداد الناس عليه جهلا كلما ازداد حلما. رحم الله الامام الشافعي، بيقول ايه؟ اعرض عن الجاهل السفي. واحد جاهل على حضرتك، لا مؤاخذه يعني، احنا في الامثال البلدي، حمار ورفص، رفصني ضربني برجله، هروح اضربه برجلي؟ ما يعني عزكم الله يعني. فالامام الشافعي بيقول ابيات جميله قوي في هذا الاطار يعني. بيقول ايه؟ اعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما إذا خاض بعض الكلاب فيه. صحيح. يا أخي، بس هو قالها بحر، لأن العرب يطلقون على النهر بحر. فيقول لك لو نهر الفرات بتاعنا ده لو عدى، عزكم الله، عدى كلب فيه، خلاص النهر اتنجس. صحيح. ولا جرى له أي حاجة. كن كالنخيل. كن كالنخيل زي النخلة، هو اللي قال برضو الإمام الشافعي، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر. ومن الجواهر القرآنية، من الجواهر القرآنية الآية اللي جت في آخر سورة الأعراف، نزل بها سيدنا جبريل. الآية دي نزل بها لوحدها، آية نزل بها لوحدها. يعني في موقف آخر كان جبريل ينزل معاه 23 صفحة. كل صفحة 15 سطر، سورة كاملة تنزل على النبي زي سورة الأنعام.
وفي مره تانية ينزل باقل من سطر. اقل من سطر. ده يدل على ان السطر ده ايه اهميتها، مهم مش كده؟ مهم جدا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هو ليه قال خذ العفو؟ هو انا هاخد ولا ادي؟ خده من ربنا يعني؟ لا، وبيقول لي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالنبي قال له ما معنى هذا يا اخي يا جبريل؟ لا لا لا، انا عايز شرح للايه. فقال جبريل حتى اسال العليم الحكيم يا محمد. نسال ربنا. ونزل سيدنا جبريل تاني قال يامرك ربك بثلاث في هذه الايه، ان تعفو عمن ظلمك. يبقى مين اللي هيعفو؟ انت تعفو، تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. اللي يمنعك اديله انت، اللي يحرمك اعطيه انت، وتصل من قطعك. اللي يصلك اللي يقطعك اوصله انت. طيب يبقى قال العفو. هو العفو ده اخذ ولا بذل؟ عطاء. مش كده؟ عطاء. ليه قال خذ؟ قال لانه لو يعلم العافين جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى ومكانتهم عند الله وهم أهل الفضل، ينادى عليهم يوم القيامة فيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة الله. عذاب. يبقى أنت اللي كسبان، يبقى أنت اللي بتاخد، يبقى ده لمصلحتك أنت. خذ العفو، اوعى تفرط فيه. لأنه إيه يعني أنا قلت لواحد الله يسامحك؟ إيه بقى؟ فعشان الله يسامحك ديت ربنا يسكنك الفردوس الاعلى. الله يسامحك. نعمل كده والله. ده انا مش هقول للناس كلها الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. يدخلون الجنه بلا عذاب ولا العافين عن الناس ولا سابقة حساب. اهل الفضل الذين اسيء اليهم فاحسنوا. جميل. الذين عاملوا الناس بالاخلاق الحسنه. طيب حلو قوي. لا كنت بحكي لك على موقف، يعني حد كان بيشتغل معانا دخل طلب سجاده صلاه من الناس. نعم. من حد بيشتغل في مكان، فجاب له سجاده الصلاه. قال له القبلة فين؟ قال له مش عارف. أسألك طيب صاحب البيت؟ قال له بس عيب، بس عيب، عيب تسأله وانت طويل وكبير وشحط كده. أنا هو ضايقني طبعا هو بيحكي لي كده. وما يصحش يعني، يعني ما يصحش تسأله وانت مش عارف القبلة، يعني انت كل سنك ده مش عارف القبلة. قال له اه ما انا مسيحي، انا ما اعرفش هم هنا بيصلوا ازاي. فالتاني كسف. ففكرة انه هو يعني عايز يفهمه انك لازم تصلي وانت راجل كبير كده، هل يصح حاجة زي كده؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة لما علمنا قول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو وصل الامر الى حد النقاش يبقى وجادلهم بالتي احسن. هو كان نموذج قدامنا. فلما كان يلاقي غلط كده، خطأ، واحد عمل خطأ، فيطلع المنبر وبيخطب يقول ما بال أقوام يفعلون. أقوام، مش ما بال قوم يعني. هو لو قال قوم لا يعني ممكن أقوام. ناس بتعمل. والأمر ده النصيحة على الملأ فضيحة. صحيح. النصيحة بتكون ثقيلة على النفس. أيوة صحيح. ولذلك القرآن بجماله المعهود يغلفها لنا، يقول له فقولا له قولا لينا. ويقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم. خليك لين يا محمد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح. ليه الفظاظة وليه الغلظة؟ يعني أنا بتخيل وقع كلمة زي دي على حد مسلم فعلا وما بيصليش، هينفر من اللي قدامه أنه بيتريق عليه أو أنه كذا. فيعني يستحسن تتقال أنه هو طلب السجادة وصلى قدامه. هو في حد أحرص على الدين، أحرص على الدين من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ربنا يقول له إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح. حتى في التربية، أنا آخر، أنا حاسك عايز أطلع فاصل. آخر نقطة. حتى في التربية، وإذ قال لقمان لابنه، برب ابنه بقى وهو إيه يعظه. الموعظة، الكلام الرقيق الهادي، مش خد ياد أنت ياد. لا يعني إذا كنت نستعمل كده مع أولادي. صحيح. فأعمل إيه مع الناس برا؟ نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. معي اتصال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ سعيد معاك المهندس سعيد شعبان. اهلا وسهلا.
اهلا بيك. كان عندي مشكله وعايز اصحح على حضرتك. اتفضل. انا مهندس زراعي تبع المعوقين. تبع المعوقين؟ مهندس زراعي تبع المعوقين. ايوه يا فندم. وكان عندي ظروف صحيه وعائليه من حوالي سنتين ونص، وعملت قرضين على المرتب. ايوه. بنك القاهره فرع الاوقاف، بنك اسكندريه فرع نادي الصيد. ماشي. كويس؟ ماشي. فاصبح اللي بيتخصم من المرتب بتاعي حوالي 90%، واللي فائض منه حوالي 350 جنيه. ايوه. كويس. فاصبحت العيشه بتاعتي انا والاسره في حاله صعبه. فانا يعني عايز انشط حد من المسؤولين ان المعوق المفروض يبقى له دخل غير سليم. ليه؟ لان المعوق ما ينفعش يشتغل بعد الظهر بظروفه الصحيه. معايا حضرتك؟ معاك معاك يا باشمهندس. او انشد اي حد من اللي هما بيعملوا اعمال خير ان هو يساعدني في مشكلتي دي. طيب يا باشمهندس، باشمهندس سعيد من القاهره، حضراتكم سمعتوه هيسيب رقم تليفونه، تقدروا تتحروا، تقدروا تشوفوه وتقابلوه وتشوفوا ظروفه، لو حد يقدر يسد القروض اللي عليه، لو حد يقدر يعني يكون يتكرم مثلا، يكون حد في البنك من البنوك اللي هو قال اسمها دي، يقدر يلغي من عليه يعني بقيه الاقساط او يعني يتغاضوا عنها. بتحملها. ما هو ده 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 بند من بنود ومصرف من مصارف الزكاه. تمام. الغارم. احنا قلنا من قبل لمشاهدينا الكرام اكرمهم الله، يعني في ناس بيعولوا اسر. صحيح. وفي محبس الان، في سجن الان، على 2000 جنيه و2500 جنيه و3000 جنيه. وفي مؤسسات جميله جدا عندنا تعمل في مصر بتساهم في مصرف من مصارف الزكاه الغارمين. تمام. الناس اللي عليه دين، لانه يا حضرات والله الدين هم بالليل ومذله بالنهار. النبي كان يقول اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فلازم نقف بجانب هؤلاء، والقهر ورا الدين على طول، لان ممكن ده اللي بيقهرهم لما يبقوا محتاجين في وسط عيالهم. الحاجه الثانيه انه دائما الاسلام يعلمنا ان ياخذ القوي بيد الضعيف. صحيح. ان ياخذ القوي بيد الضعيف، ده مش بس ده، احنا ده حتى واحنا ماشيين في طريق الضعيف امير الركب، يعني احنا بنمشي على مشيته هو. وقفوني عايز ادخل الحمام، المجموعه كلها يعني حتى واحنا بنبقى مسافرين عمره ولا حج وراكبين باص طويل عريض، لو جه واحد ضعيف عايز حاجه معينه لازم الاتوبيس كله يقف، مش كده ولا ايه؟ هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام، وهكذا علمنا الشرع الحنيف. تمام. يبقى يعني زي ما قلت لحضراتكم رقم مهندس سعيد موجود عندنا في الكنترول روم، لو حد عايز، ناس كتير يا فضيله الشيخ تتصل بينا تقول لنا ادفع فلوسي فين، مش عارفه ادي لمين، ما اعرفش حد، مش عارفه اوصل لحد، يعني احنا مجرد بس واسطه، هنديكوا الرقم وانتوا تتحروا، يعني لانه ما عندناش اليه التحري يعني بدقه في برنامجنا. طيب دلوقتي انا اللي ما يعملش بالنصيحه اللي انا المفروض نصحته بيها، انا ام او انا زوجه او انا زوج او انا اب، وبنصح ولادي، بنصح مراتي، بنصح بنتي، وهم بالغين وعقلاء مش راضين ياخدوا النصيحه بتاعتي. والله شوفي حضرتك يا مدام دعاء، في معادلات قرانيه ربنا وضعها، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، صح ولا لا؟ والقرآن قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صح ولا لأ؟ صحيح. الأصل أن أي مزارع، أي فلاح يختار حتة الأرض ويحرث الأرض وينظفها وينتقي البذرة ويحطها ويسقيها، أن دي تطلع شجرة ولا لأ؟ أي. ده الأصل، طالما أخذ بالأسباب. وارد بقى شاذ، حاجات شاذة، والشاذ لا يقاس عليه. الأصل أن يلتزم بضوابط، بالأداب العامة بتاعة النصيحة، ويروح ينصح بالراحة انه هيصل. النهاردة احنا بنعاني في بيوتنا ان واحدة زوجها بيعمل حاجات غلط وتقول لك مش قادرة عليه، وبنصحه ما بيتنصحش. انا هديكم مثال واحد لامرأة عربية زوجها راح يتجوز عليها عشان كانت خلفتها بنات. عملت ايه بقى الست الجميلة ديت؟ ما فضحتش الدنيا وشهرت بيه،
او لمت شنطه هدومها وقالت والله انا رايحه بيت اهلي، ولما يعرف يحافظ على الست اللي معايا يبقى يجي، وهي مخلفه بنات، وهو كان رايح يتجوز واحده تانية على امل ان هيجي له الايه الولد. إيه هي خلفته هو مش خلفته الجديده يعني. اللي هتجيب له الولد. فقامت الست سهرانه الليالي وقامت مالفه ابيات جميله رقيقه بتعتب فيها على زوجها ابو حمزه ده. فبتقول ايه؟ مالي ابي حمزه لا ياتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان الا نلد البنين، تالله ما هذا بعيب فينا، نحن الارض نحن كالارض لزارعيها نخرج ما قد يوضع فيها. اما احنا ما ذنبناش حاجه، ولا دكتوره ولا متعلمه ولا ماجستير ولا مدارس ولا كليه اللغه العربيه جامعه الازهر، جابت الراي الطبي السليم يعني. جابت الراي الطبي السليم. الست الفت كام بيت، والشعر ان من البيان لا سحر وان من الشعر لحكمه. فالشعر حكمه. فالفت البيتين بتستجدي عطف زوجها وحنان زوجها، فوقته ورجعته لعقله. فالست اللي زوجها مزعلها صحيح وهو بيعمل حاجات غلط وعايزه تنصحه، والله هي لو نقت كام جمله كده او قرت كتاب الادب العربي الادب وطلعت كام جمله على كام بيت شعر كده وكتبت له رساله حلوه، ان كان ممن يتذوق الشعر او ان كان ممن يتذوق الطعام عملت له طبخه حلوه كده، او ان كان ممن يتذوق الجمال فتزينت له، يبقى المدخل لهذا الامر. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الحكمه، الموعظه الحسنه، طيب. اللين والرفق في نصح الناس. طيب احنا دايما تجي لنا تليفونات من زوجات على طول يشتكوا من ان ازواجهم ما بيصلوش. وان هي بتقول وبتعمل وبتاع، واحيانا تقول لك انا امتنعت عنه انا كذا، هل هي عندها حق في كده؟ الخطا لا يعالج بخطا. وسيدنا معاويه رضي الله عنه قال لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت قيل له كيف ذلك؟ قال إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. شوف زمان شيخنا كان بيقول لنا طرفة جميلة قوي، إن واحد كل شخصية لها مفتاح، هو بيصليش يمكن ما بيعرفش يصلي، طب ما بيصليش ليه؟ طب ندعينه إن ربنا يهدي للصلاة. فكان الشيخ بتاع الجامع جاي كل ما يدخل الجامع يلاقي واحد خارج من الجامع، كل ما يدخل الجامع يلاقي واحد خارج من الجامع، كان بيستخدم حمامات الجامع وطالب ما بيصليش، فمولانا يقول له رايح فين يا ابني؟ قال له اصل ما بصليش. طب ليه يا حبيبي ما بتصليش؟ طب بص ده، قال له لا لا انت تقول لي اغسل وتمضمض وتستنشق واطلع ورجلك وراسك، قال له لا 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 بص يا حبيبي الوضوء اربع اركان، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ابسط من كده ما فيش، خش صلي، صلي الفرض بس ما تصليش السنه، صلي الفرض واطلع. فقالوا لا 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 صعب علي، قالوا طب صلي وكل يوم هتصلي هديك عليه جنيه. واخر الشهر اتحاسبني. فجه قالوا حاضر، فدخل يصلي، قعد شهر يصلي، وجه اخر الشهر قال بص انا صليت 30 يوم. 30 جنيه. اديني بقى 30 جنيه. فقال له جري يا عم، هو انت كنت بتصلي لي؟ انا مالي؟ قال بص شوف انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس انك هتاكلهم عليا، عشان كده كنت بصلي من غير وضوء. طب انت بتصلي له؟ انت كده كده بتصلي. فاحنا عايزين نقول الست الشاطره يا جماعه، الست الشاطره اللي تعرف مفتاح جوزها، مفتاح جوزها لازم يبقى معاه، عارفه مدخله ايه؟ عارف ايه اللي هو بيحبه؟ طب وهي هتعمل ايه واحد مش عايز يصلي؟ هتعمل ايوه. انا دايما اقول لحبايبنا واهالينا، الام اللي ما تقدرش على اولادها، الزوجه اللي ما تقدرش على زوجها، الانسان اللي ما يقدرش على حد معاه فليستعن عليه بالقوي. مش هستعن عليه ان انا هدعي عليه اقول له يا رب انت عارف ده اولادي يا رب اهديهم يا رب، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. الزوجه لما تيجي كده في جوف الليل قبل اذان الفجر بساعه وتقوم تصلي ركعتين قيام لله وتقول يا رب ده جوزي وابو عيالي وحبيبي وانا ماليش غيره اهدهولي، ربنا هيقول لها لا مع الهدايه قفلت ما عندناش هدايه. فالست اللي زوجها مطلع عينيها لا سمح الله، انا لما تكلمني واحده بتشتكي من زوجها اقول لها ادعي له، ما ده المصلحه، ما هو بعيالك. صحيح. فلما نقدرش عليه باللين والرفق والنصح كده نقدر عليه ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي عمله ابو هريره. قال له يا رسول الله امي مش قادر ادخلها الاسلام، فالنبي قال اللهم اهدي ام ابي هريره. لا راح ابو هريره لامه بتغتسل وبتقول اشهد ان لا اله الا الله. ايوه الرسول دعا لها بختها يا بختهم. شكرا جزيلا فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، منورنا دايما. شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.
كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه خد دورة الآفة السنة.